الموضوع المتعلق بالوضع السياسية العامة توقف عند الوضع الحكومي الحالي، واعتبر أن وضع الحكومة الحالية بخاصة بعد عدم تفعيل التحوير الوزاري أصبح من الصعب جدا أن حكومة خاصة بإدارة لوزارات عن طريق بالنيابة يمكن أن تنجح في الخروج من هذا الوضع اللي تتمثل في أزمة خانقة تعيشها البلاد على كل المستويات، أزمة معقدة اقتصادية واجتماعية وصحية ومالية، بما يجعل من التفكير في الخروج من هذا الوضع أمر على غاية من الأهمية. ينضاف لهذا أن الحوار اللي كنا نرجو منه أن ينطلق لمعالجة هذا الوضع ما انطلقش، ولذلك تقدمنا بهذه البادرة اللي تتمثل في تسييس الحكومة وأن تتحمل الأطراف السياسية التي اقترحها وفوضها الشعب في العملية الانتخابية متاع 2019 أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الحكومة من خلال تسييسها ومن خلال أنه يقع تمثيلها في هذه الحكومة، وتتحمل مسؤولية البلاد في الإخفاق وفي الفشل. والأمر هذا ما ينجم يكون ساعة كان بتكثيف الحوار مع الشركاء متاعنا والأطراف اللي موجودين معها في ائتلاف برلماني وغيرها، وتكثيف الحوار أيضا مع السيد رئيس الحكومة لإيجاد مخرج يعالج وضع حكومة نجم نقوله تشتغل بنصف الطاقة متاعها، ويعالج أيضا وضع حكومة ما فماش تمثيل حقيقي للقوى السياسية في داخلها. من دعا لهذا التوجه عليه أن يشرح أو يذهب إلى نهاية تصوره مش جملة كتتقى، يفسر روحه للشعب التونسي الشخص بحكومة سياسية، هل هذه حكومة سياسية أم لا؟ أسكن المقصود سياسية أنها وزراءها من أحزاب، خاطر اليوم الحكومة هذه عندها حزام سياسي سنو راهي متعدتش مسنو بشعب، واللي يدعو هذايا هو في الحزام السياسي. الدعوة لتغيير حكومة هو اقرار ضمني بفشل هذه الحكومه، قال الفرنساوي اون شونج با اون ايكيب كي غان، لا نغير فريقا رابحا، هو اعتراف اذا ان هذا الفريق فاشل. هي المنطق اللي باش يغير فريق فاشل يكون هو في وسط الفريق يتنح، هو اقر انه فاشل فليتنح وليترك تونس لمن يمكنه ان ينجح ما تبقى من مسارها. أنا دائماً مع حكومة سياسية، رأى أن الحكومة يجب أن تكون سياسية، ولكن الآن في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت الكورونا في قمة هجمتها على التونسيين والتونسيات، الأولوية للمعركة ضد الكورونا، هذه أولوية المطلقة. أولوية الآن مش في النقاش حول تحوير حكومي وقيام بحكومة تبقى لها 6 شهور أخرين باش تعرف ملفاتها. الآن يجب اتخاذ إجراءات لمقاومة الكورونا، لا صوت يعلو فوق صوت معركة الكورونا وسلامة أبدان التونسيين وأكلهم. هذاك علاش الدعوة الحقيقة أنا ما شفت لهاش بكثير من التفاعل، وإن كان من حيث المبدأ إنسانة حكومة سياسية، ولكني لا أرى أن الوقت رقت نوع من المخادعة السياسية اللي احنا مش حاجة له.